السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنشوف أدوات كتيرة جدا قوية مفيدة جدا جدا في موضوع إن أنا أضيف الذكاء الاصطناعي للشغل بتاعي، سواء شغال بقى معماري إنشائي كهروميكانيكال. إن شاء الله تعجبك الأدوات دي. أول حاجة لازم أبدأ بيها فولف دوت لاب، هتلاقي فيه شوية مزايا جميلة. طيب خلينا نشوف المزايا. مثلا أنا عملت ريندر وطلع بالشكل دوت، فأنت مجرد بتكتب برومت يروح مغير لك الشكل تماما، مش بيغير المبنى بس بيغير الرندر، يعني يضيف لك الجليد، يضيف لك شجر، يضيف لك مؤثرات، يخليها بالليل يخليها الصبح وهكذا. انت كان خدت الصورة ورحت من جورني وقلت له اعمل رندر، فشايف ممكن تاخد حاجة بسيطة كده بالسكتش اب وتقول له ايه ظبطها لي، فهو يبدأ ان هو يعملها لك حاجة تحفة بالشكل دوت. موجودة في السكتش اب وموجودة في الريفيت وموجودة في الراينو، ودي الأسعار بتاعتها. دي أول أداة في الموقع، لكن في أدوات كتيرة جدا زي ما نشوف مع بعض. احنا شرحناها قبل كده أكتر من مرة، فإن شاء الله هسيب لك رابط الشرح في الوصف بتاع الفيديو. ده برضو بلجن بيخليك أنت تبرمج لنفسك. يعني إيه تبرمج لنفسك؟ يعني بسهولة شديدة جدا أنت عايز مثلا تحط كل فيو في الشيت بتاعه، فتقدر تقول له ايه انا عايز اتحكم في الفيوهات، مجرد بس بتختار يبدأ ان هو يظبط لك كل حاجة. تمام، فبتقدر تقول مثلا ايه انا عايز دايمنشن بين الحوايط والويب، يبدأ يعمله لك. فانت بقيت برمجة مرئية بس من غير، يعني اسهل بكتير جدا جدا من الداينامو. اي دي فيو كرييشن، مجرد ان انت بتقول له انا عايز الفيوهات، ممكن تقول له ايه اعمل لي كرييت، انت بتدوس كده على زرار كرييت وتقول له شيت لكل فيو، فيبدا كل لكل روم يعمل لكل غرفه الشيت بتاعها. مجرد ان انت بتختار بس الزراير، يعني اسهل من الداينامو. كمان الداينامو ده اللي كان اسهل حاجه، ده اسهل منه. ده بيخليك يساعدك في موضوع الجنريتيف ديزاين. شايف اول ما بترسم حيطه يبدا يظبط كل الحاجات اللي جواها، في حاجه يعني تشبه السحر. دي الأداة دي بتاخد لك الموديل من السكتش اب وتدخله لك جوه الريفت بشكل هايل، مش فاميلي لا، الموديل كله تبدأ تعمل سيلكت عليه، فبيبدأ ان هو يدخله ومعرف ان ده حوايط، ده بواب، ده شبابيك وهكذا. ده السكتش اب الريفت شكل معقد جدا، وكانت مساحة بتاعتها تضرب لو دخلتها بالطرق التقليدية. دي ادوات بقى مجانية اللي احنا نشوفها دلوقتي. ده مثلا بيعمل رينمبر للفيوهات بتاعت الريفت، بيظهر ويقفل بالبوينت كلاود، جنريت سيلينج. طيب دي الاول مجموعة من الادوات. بعد كده ندخل مثلا على موقع اسمه كاتب. موقع كاتب ده يفيدني في ايه؟ ده مثلا انت عايز تكتب ايميل، فتقول له اكتب لي ايميل عن كذا. طب عايز مثلا توصف حاجة في فيديو، يقول له صف لي الصورة او صف لي الفيديو، او ممكن تديله تكست يحولك لصورة. وموقع عربي فهتتعامل معاه سهل، وبرضه تقدر انجليزي برضه في شركة خالص. وكذلك دوت الموقع ده بيخليك تكتب بشكل سريع، يعني عايز اجازة، عايز اقول له عايز اكتب مثلا مقال او ايميل عن كذا، فبيبدأ يكتب لك. في ناس بتبقى شغالة الهندسة كويس لكن الايميل اللي عنده فيه مشكلة رهيبة، فهو هيساعدك كتير جدا في موضوع كتابة الايميلات والمقالات وكل حاجة. دي الاي ده انا بستخدمه على طول من موقع الذكاء الاصطناعي، هو تبع اوبن اي اي. بتديله اي وصف هو يبدأ يعمل لك المبنى زي ما انت عايز. يعني ممكن تقول له ايه بيلدينج، وهو لو كتبت له عربي هيقبل، بس برضه العربي
بيبقى فيه مشكلة ساعات. وفي ميزة كمان ان انت ممكن ترفع صورة وتقول له عدل على الصورة ديت فيغير لك فيها. كنا شرحنا اكتر من مرة بالتفصيل، فهتلاقوا على قناة بيب مقربية الشرح التعديل ايه كتير، تمام؟ حتى انا بستخدمه كتير. انا قلت له مجرد ايه، عايز بيلدينج كده من شكل مباني زي حديد. لو دورت على المبنى ده مش هتلاقي ان في مبنى زي حديد زيه بالظبط، يعني خد صورة وحطها، لا هو خد الفكرة وبدأ يبني عليها. ولو جربت حد تاني غير زي حديد بس ما يكونش مشهور زيها، هتلاقي الصور مش نفس الجودة. دي صور كتير انا خليته كارتها لي، ممكن برفع له ساعات صور. دي الصور الأصلية، وقلت له طب ضيف لي كذا ضيف لي كذا. بتقدر تعدل في الصور وتعدل فيها زي ما انت عايز، يعني اي صورة انت ممكن تيجي هنا وتقدر تعملها ايديت، تمام؟ بأشكال كتيرة جدا، زي مثلا ان انا اقول له ايه زود لي حتة هنا. طب الحتة اللي انت عايز تزودها دي عايز تحط فيها ايه، مثلا كراسي مثلا، تمام؟ فيبدأ يحط له شوية كراسي في الحتة اللي ناقصة، فممكن تغير الصورة تماما، تعدل فيها، ممكن كل اللي انت عايز تعمله تعديلات. الموقع ده من المواقع الرهيبة. طبعا هو ما بعملكش صورة واحدة، هو عمل لك 4 صور تقدر تختار منهم اللي انت بتفكر فيه. فأنا شايف ان ده كان يعني افضلهم يعني. طيب الميد جورني طبعا غني عن التعريف، لو انت عندك شوية برومت تقدر تديهوله يبدأ يجيب لك صور روعة. وده طبعا عمل نقلة رهيبة في موضوع الذكاء الصناعي، بس هو بقى بفلوس دلوقتي، كان الأول فيه تجريبي. طيب ده بقى بتعمل ايه؟ عندك حاجات زي كده بتبدأ تعمل لها سكان وتدخل عندك على الكمبيوتر 3D. اتذكر ان هو ايفون بس. فاتمنى الناس تشتغل عليه. الاثار والحاجات ديت تبدا تصورها وتدخلها. طيب ده هيساعدك في ان انت تظبط الالوان، تناسقات الالوان، يعني لو في لون تبدا تشوف ايه الالوان اللي قريبه منه بحيث يبقى فيها تناسق وما تعملش مشاكل. في ناس بتعرف تعمل اشكال حلوه بالوان مش متناسقه، بس ده بيحتاج ايه جراءه من المصمم وحد يكون ايه خبره في المجال، انما الاصل ان بتشوف الالوان تكون متناسقه مع بعض، تمام؟ وبيبدا يديك معلومات عن كل الالوان اللي موجوده وهكذا. طيب تعالى بقى نشوف الموقع دوت. ده لو انت عندك صوره مش واضحه او عايز تكبرها، هو بقى بيبدأ ان هو يعدلها لك. اي صورة انت عندك ممكن تكون فيها نغبشة بتاع، فهو بيظبط بقى التباين بالالوان والحاجات دي كلها، مش حاجة واحدة. فموقع جميل يستحق ان انت تجربه. هو بيعمل حاجات كتير جدا، اب سكيل، بيعمل انلارج، بيعمل توضيح للوجه، ممكن صورة 2D يديها حق انها 3D. طيب الموقع ده من المواقع الخطيرة جدا، من المواقع اللي هي ايه بتديله تكست فهو بيبدأ ان هو يعمل لك كل الحاجات دي. بص انا اديته مثلا البرومت ده، قلت له انا عايز تطور اوفيس بيلدينج ويز ويندوز ولوفرز واعمل الرندر بالشكل دوت واللايت، راح مديني الصورة الجميلة ديت. فالموقع ده موقع المستو ان هو فيه اكتر من محرك. هوريك انا دلوقتي ورك سبيس مثلا، بتيجي هنا تكتب البرومت اللي انت عايزه وتقول له بس ايه جنريت، يبدا يعمل لك صور خطيره جدا جدا جدا. وهنا في ميزه ان في اكتر من موديل، في الاف من الحاجات، ان ما بقاش معتمد على حاجه واحده، لا هو تقدر تعمل كل اللي انت عايزه. باجي هنا انا بختار بيلدينج وتبدأ تضيف الموديل اللي انت عايزه، هل انت عايزه بالشكل ده ولا الشكل ده ولا الشكل دوت. والورا دي بتديك زي فلتر او بتديك حاجات متخصصة تظبط لك الشكل ده على حاجة معينة، كأنك اديته ميزة معينة. وكنترول نت بتتحكم في الشكل اللي هيطلع معاك، يعني ممكن انسان مثلا تقول له انا عايز نفس الوقفة دي او نفس الحركة دي. فده موقع جميل جدا برضو شرحناه في بمارب.
كل المواقع دي شرحناها قبل كده، بس قلنا نجيب لك افضل ادوات في مكان واحد. كوركس ده موقع جميل جدا بالذكاء الاصطناعي، بتقول له ايه، انا عندي دلوقتي الارض ديت وعايز اقسمها بس، فهو يبدا يديك اقتراحات كتير جدا تبدا تختار، وبعد ما تختار بتبدا تقول له طب انا عايز ايه، اشوف احمل الاوتوكاد، يبدا يحملك الاوتوكاد بالدايمنشن بكل حاجه، عدل وارفع تاني، هو اوتوماتيك يروح قايل لك خلاص كده ايه المبنى هوت، ويبدا يشتغل على اخر حاجه انت عدلتها. فبيوفر وقت كتير جدا ويعمل حاجه ممتازه. انت جرب بقى بتحدد طب الجيران عندك كام جار وايه نوع المشروع، وبرضه ده شرحناه في بين مربي. طيب الموقع ده جميل جدا، في شوية مزايا حلوة برضه اتكلمنا عنه، يعني في مثلا إن أنت ترفع سكتش بالشكل دوت يروح هو عامل لك الرندر بتاعه، في إن أنت تبقى عندك حاجة معمولة ويبدأ إن هو يعدلك فيها، يعني ممكن تروح مصور مثلا مكان فتقول له أنا عايز تغير لي الديكور، عايز أضيف حاجة معينة. فالميزة فيه هو في كام تولز لغاية دلوقتي، 1 2 3 4 5 6، في اكسيرور اي اي يعني بتصور مبنى من بره وتقول له طب عدل عليها، في انتريور اي اي بتصور غرفة ويبدأ ان هو يعمل عليها، كانفا بتروح معلم على جزء معين هو يبدأ ان هو يعمل لك اكتر من ريندر ليها، وكذلك اللاندسكيب وكذلك تكست تو كونسبت. طيب تعالى بقى نروح للي بعد كده، بروم اي اي، في تصير برضو عندك سكتش يبدا ان هو يعمل لها ريندر بالشكل دوت، عندك صوره يحولها لك لسكتش، تقدر تعلم على اي حاجه يمسحها لك ويحط لك تصميم تاني، يغير فاريشن للصور، ممكن نفس الشكل تقول له غير لي الخلفيات بتاعته، في اوت بينتنج يعني عندك صوره صغيره فبتبدا تقول له ايه طب تخيل ايه اللي جنبيها، يعني تخيل لو العدسة اتغيرت فا ايه هيشوف ايه تاني، او الصورة كانت المفروض ايه تاني، زي الايديا عندك حاجة معينة فيبدأ يديك اقتراحات للتصميم. وفي مؤثرات جميلة جدا على التكست، وفي اي اي فيجوال شات بوت. طيب نخش بقى على لوك اكس اي اي، ده الموقع ده جميل جدا، انا بيعجبني ان هو متخصص في العماره، فبتقول له مثلا عايز اركتكتشر ديزاين انتيريور ديزاين، لان البرامج اللي هي البابليك اللي هو البرامج اللي لكل حاجه تمام، ساعات بتلاقي صور كده ما تكونش حلوه يعني وكده، انما هنا ده متخصص في العماره وده بيديله ان هو يفهم، يعني لو قلت له اي حاجه بياخدها من وجهه نظر معماريه، وبتديله بس صورة وهو يبدأ بقى ايه حتى لو الصورة دي عبارة عن خطين يبدأ ان هو يعمل لك تصميم بيها. لو رسمت كتل ماس ملهاش اي معنى على السكتش اب، حاجة بدائية كده كم مكعب وكم دايرة، خلاص هو بيبدأ ان هو يعمل لها الريندر بتاعها. تمام، دي يعني مثلا الصورة دي مثلا كانت ايه، كانت مجرد خطوط برسمها كده بشكل بسيط خالص، هو حولها للشكل الجميل دوت. الموقع الصراحة سهل الذكر، وكل موقع دي حاول اجيب لك الشرح، او خش على بيم اريبيا وابدا اشوف اتعملت ازاي، هتلاقي الصوره دي كانت حاجه بسيطه خالص وهو قدر ان هو يحط لك كل حاجه، مجرد ان احنا اديناه بس وصف كافي، قلت له انا عايز حاجه على شكل زي حديد وشكل مباني زي حديد مش زي حديد نفسها، ويكون في بحر ويكون في شجر وكده، فعمل حاجة جميلة جدا. تمام، فإن شاء الله يعجبكم، وما تنسوش الاشتراك في القناة.